عاد أحمد حجازي نجم دفاع المنتخب الوطني للمشاركة في التدريبات الصباحية اليوم بشكل طبيعي، يؤكد جاهزيته للتواجد ضمن التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام السعودية في مواجهة الاثنين المقبل الأخيرة في كأس العالم. كان حجازي غاب عن ميران الأمس المسائي بسبب شعوره بالإجهاد، وفضل الجهاز الفني إراحته حتى لا تزداد هذه الإصابة. يأتي هذا في الوقت الذي واصل عمر جابر الغياب بسبب شعوره بآلام في عضلة الفخذ، وبنسبة كبيرة لن يكون ضمن خيارات الأرجنتيني كوبر خلال مواجهة السعودية.